الفهم بتاع الهيومن فيزيكال كابابيلتيز والليميتيشنز هي بيبقى مهم جدا لديزاين اوف افكتيف ميديكال ديفايسز. الحقيقه لو احنا عندنا خدنا الكلام ده في الاعتبار وعملنا بروبرلي ديزاين ميديكال ديفايسز، ده بيساعد كتير ان احنا نقلل الايرورز، نقلل الانجري ريسك، نزود البرودكتيفيتي بتاعه الجهاز، ونمبروف اليوزر ساتسفاكشن، يعني اليوزر يبقى مبسوط وهو قاعد على الجهاز ده ومستريح وهو بيشتغل عليه. في حاجتين بيساعدونا عشان نعمل الكلام ده، حاجه بنسميها الانثروبومتري، وده الساينس اوف ميجرينج اند كوانتيفاينج فيريس هيومن فيزيكال تريتس، يعني يقول لنا القياسات بتاعه البني ادمين اللي في العالم عاملين ازاي، الديستريبيوشن بتاعه عامل ازاي بالظبط، الديستريبيوشن بتاع الويت بتاع البني ادمين عامل ازاي، البروبورشن بتاع الاجزاء المختلفه من الجسم لبعضيها عامله ازاي، الرينجز اوف موبيليتي بتاع ديفرنت جوينتس مثلا عامله ازاي، السترينث بتاع البني ادم المتوقع يبقى عامل ازاي. الحاجات دي كلها الحقيقه مهمه جدا، ومش مهم بس الاجهزه الطبيه، الحقيقه مهمه لكل الحاجات اللي بنتعامل فيها مع بني ادمين، يعني اي جهاز بيبقى فيه بني ادم بيشتغل عليه، وطبعا لازم يبقى الانترفيس بينه وبين البني ادم دوت يبقى معمول بطريقه تاخد في اعتبارها الحاجات دي عشان تبقى معموله بطريقه سليمه. البايوميكانكس وهي الحاجه الثانيه دي بنستعمل فيها طبعا زي ما شفنا قبل كده في الفيزيكس، بنستعمل فيها لوز اوف فيزيكس وبعض الانجينيرنج برنسبلز عشان نقدر نموديل ونستادي فيريس بودي سيجمنتس، ويعني في اثناء ما هم بيتحركوا واثناء ما هم ثابتين وفي عليهم انترنال او اكسترنال فورسز. طبعا دي بتساعدنا برضو علشان نفهم الميكانكس بتاعت الحركه بتاعت البني ادمين، ونقدر ان احنا نتخيل اذا كان في بعض الحاجات هتكريت ستريس اكتر من حاجات تانيه، بحيث ناخدها في اعتبارنا برضو واحنا بنصمم الجهاز، بحيث الجهاز ده يبقى ارجونوميكلي مظبوط، يعني يبقى بالنسبه لليوزر اللي بيشتغل عليه يبقى مستريح وهو بيشتغل عليه. طبعا الجود انثروبومتريك وباي ميكانيكال ديزاين برنسبلز هيلب ديزاينرز برودوس تولز اكويبمنت اند ورك ستيشنز ذات اكوموديت موست، ودي كلمه مهمه قوي، موست اوف ذا انديفيديوالز فور هوم ذي ار انتندد. يعني انا دلوقتي بعمل جهاز، يعني معظم الناس اللي هتقعد عليها تبقى قاعده مستريحه، ما اقدرش انا اخليها لكل الناس للاسف، لان طبعا في رينجز لبعض الحاجات بتبقى واسعه قوي زياده، وطبعا زي ما هشوف بعد شويه ان ده ممكن يكلفني فلوس اكتر بكتير قوي من اللي انا اقدر اعملها، وفي نفس الوقت يعني ما بيبقاش في نسبه يعني تحسين كتير بالنسبه للناس اللي في الاكستريم، يعني في البوبيوليشن دي. فعامه احنا لما بنعمل كده بنحسن السيفتي ونحسن اليوز، يعني البروبرتي يوز، بحيث ان ما بقاش في يوز ايرور كتير، بس ما نقدرش نجارانتي زي ما كنت بقول ان احنا نعمل فيتنج لاول يوزرز. في شويه جنرال كونسيدريشنز لازم ناخدهم في اعتبارنا. ان اول حاجه الموست انثروبومتريك وباي ميكانيكال انفورميشن افيلبل توداي از نوت سبيسيفيك تو هيلث كير بروفيشنالز اور بيشنتس. يعني ايه؟ يعني احنا بيسكلي بنستعمل جداول وبنستعمل قواعد بيانات فيها معلومات عن السايزز بتاعت البني ادمين مثلا، بس دي ما كانتش اصلا انتندد انها تبقى عشان ميديكال ديفايسز، مش معموله عشان نتكلم على البوبيليشن بتاع الهيلث كير بروفيشنالز مثلا، او البوبيليشن اوف بيشنتس مثلا بالمرض الفلاني، ما هياش كده. بس اكشولي احنا ممكن نعتبرها جاست از يوسفول فور ميديكال ديفايس ديزاينرز، زيها زي ما يعني بنستعملها من ديزاينرز تانيين من كل التخصصات المختلفه التانيه. يعني انا بالنسبه لي لو كنت عايز اعرف مثلا حجم الايد عامل ازاي عشان ديزاين هاند تول، يعني حاجه الدكتور يمسكها في ايده عشان يستعملها، يعني اله جراحه مثلا، اوكي، الستاتستكس او الداتا بيز اللي فيها المعلومات عن حجم الايد عامل ازاي والبروبورشنز بتاعتها عامله ازاي، دي بالنسبه لي مفيده جدا، زي ما هي مفيده لحد بيعمل ديفايس مثلا علشان تستعمل مثلا لحد بتاع نجاره مثلا، فهي نفس المعلومه ممكن انها تفيدني وتفيد حد تاني. النقطه بقى ان احنا ناخد بالنا ان احنا في الميديكال ديفايس ديزاين لازم ان احنا ناكونت للفيزيكال سايز اوف بيبل، يعني بمعنى ان احنا بنتكلم على ان احنا دايما بيكون عندنا data على البادي سايز ديستريبيوشنز اوف ميلز اند فيميلز علشان نقدر منها يعني بالافيلابيلتي بتاعتها دي ان احنا نقدر ناخدها في اعتبارنا في الديزاين بتاعنا. طبعا في الميديكال دومين بعض الحاجات اللي بتبقى يونيك، يعني في عندنا يونيك انثروبومتريك تشالنجز، زي مثلا ما بنتكلم على امبلانتد كومبوننتس، لو انا عايز اعمل ديزاين لحاجه تبقى امبلانتد جوه البيشنت، لو عايز اعمل مثلا ديزاين للبيس ميكر، البيس ميكر ده مش هلاقي الكلام ده موجود عندي في الجنرال داتا بيز بتاع الانثروبومتري، ده لازم اعمل لها انا دراسه مخصوص بقى بالنسبه لي انا عشان اقدر اعمل حاجه زي كده. لو انا فرضا عايز اعمل مثلا دراسه علشان اعمل مثلا يعني هيرنج ايد، يعني حجم بتاع الهيرنج ايد وشكله عامل ازاي وتحط ازاي والحاجات دي كلها، المعلومات اللي عندي مثلا على الاذن مثلا
انثروبومتري بتاع الاذن، هلاقي ان هي معلومات عامه جدا ما تسمحليش ان انا اعمل حاجه زي كده. ففي بعض الحاجات عندنا يونيك تشالنجز في الميديكال دومين او ميديكال ديفايس دومين، بحيث ان احنا لازم نضطر ان احنا نعمل دراسات خاصه بينا احنا عشان نقدر نطلع الداتا بيز اللي احنا نقدر نعتمد عليها في الديزاين. الحقيقه في بعض الحالات الانثروبومتريك انفورميشن في البابليك دومين ما بتبقاش ديتيلد انف تو بي اوف فاليو، زي ما كنت بتكلم من شويه الاير دايمنشنز فور هيتسا ديزاين، دي الحقيقه بتبقى بعض الاحيان بيبقى في بعض الناس عندهم المعلومات دي بس بروبريتاري. بروبريتاري معناها ان هي خاصه بشركه معينه، ما بتعملش شيرنج ليها مع حد تاني. الناس اللي هم بيشتغلوا مثلا في الاير بادز مثلا اللي هي بتتحط في الودن مثلا اللي هي بتاعه السماعات الصغيره بتتحط في الودن دي، هم عاملين دراسات بتاعتهم وعندهم بعض الحاجات هما بيعتمدوا عليها في الديزاين بتاعهم، بس اكشوال هي دي مش شيرد معانا كميديكال ديفايس اندستري. فلما نيجي نعمل مثلا هيرنج ايد ما عندناش المعلومات دي عشان نقدر نستعملها في الهيرنج ايد ديزاين. ففي بعض الحاجات زي ما كنت بقول محتاجين ان احنا نعمل بعض الانثروبومتريك ستاديز بتاعتنا احنا عشان نطلع فيها المعلومات اللي احنا محتاجينها عشان الميديكال ديفايس ديزاين بتاعنا.